اهلا بيكم، والفقره الاولى من السادسه مساء. برحب بضيفي وضيف حضراتكم نجم نادي طلائع الجيش، واللي هينتقل حديثا لنادي علامه استفهام، صلاح امين. اهلا بيك يا صلاح. ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك. وحشنا يا حبيبي. الله يخليك يا كابتن. هتنتقل النادي ايه الاول؟ انا جددت في الجيش خلاص ثلاث سنين. لا 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 خلاص يعني. الحمد طب لله. هاي ايه اللي حصل بقى؟ قول لنا تفاصيل القعده، ايه اللي حصل فيها؟ والله يا كابتن كان كلام انك رايح الزمالك، وكلام انك قعدت مع مسؤولين في الزمالك، وبعد كده فجاه بتقول لنا جددت اهو في الجيش. امتى التجديد حصل؟ لسه من يعني يا دوبك قبل الماتش اللي هو كان فيه الحادثه دي. طبعا انا عايز اقول بس البقاء لله طبعا للشهداء يعني. طبعا كان تقريبا قبلها بيوم بالظبط كده كنت جددت ومضيت ثلاث سنين للنادي وبتاع. طبعا كان في الاول مفاوضات كتير جدا، الكابتن دايما كان بيكلمني كابتن فاروق عشان اجدد وبتاع وكده، اقعد في النادي والمسؤولين. فانا كنت بدرسها بشكل كويس. العلاقه يعني بقى كويسه بينك وبين كابتن فاروق؟ طبعا هي كانت كويسه على طول والله يا كابتن، بس هي المشكله هي يمكن كانت في شويه حاجات كده شده كده. بس الحمد لله عدت يعني. لما جبناك السنه اللي فاتت وبتاع وكان الدنيا ما جبت الجون انت ما كانش عاجبك. ايوه يا كابتن. مفيش حاجه ما كانتش عاجبني يا كابتن. طب كمل قول. بس فالحمد لله عدت يعني وبتاع، وانا الحمد لله يعني ربنا كرمني طبعا ان انا قعدت في النادي. انا كان طبعا ولاي الاول والاخير طبعا ان انا اكون موجود في النادي وافضل في النادي. طب انت زملكاوي يا صلاح؟ بتشجع الزمالك اصلا؟ بتحب الزمالك؟ انا بحب نادي الزمالك. ولا انت زمالك تلعب في الزمالك او اهلي؟ ولا انت يعني الاولويه ليك كانت نادي الزمالك، انك لو هتنتقل نادي كبير يبقى نادي الزمالك؟ بالظبط يا كابتن. تمام. من وانت صغير كنت بتحب نادي الزمالك؟ انا كنت بحب نادي الزمالك. وطبعا المفاوضات اللي كانت معايا كان انا بس انا كنت زعلان من حاجه بس يا كابتن كده، لان كان الكابتن ابراهيم يوسف جه في تقرير كده مع الكابتن مدحت شلبي، قال ان انا كنت بعرض نفسي على نادي الزمالك وبتاع. وشرف ليا طبعا ان انا اعرض نفسي على نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير، واي حد يتمنى يلعب في نادي الزمالك. بس انا ما عملتش كده. انا يعني الكابتن ابراهيم يوسف كابتن اسماعيل يوسف كان بيكلمني على طول، وكلمني مرتين ثلاثه على المفاوضات وان انا اكون موجود في نادي الزمالك، وده كان حاجه تشرفني. وانا قلت له يا كابتن دي حاجه تشرفني ان انا اكون موجود مع نادي الزمالك. يمكن في حاجات كده بس تعثرت يا كابتن وبتاع، ف يعني اختلفنا في حاجات بسيطه كده. طب خلينا نقول للناس تاني مين هو صلاح امين، لان انت السنه دي اما استضفناك قبل كده في السادسه مساء يمكن من سنه تقريبا. أيوة او اكتر سنه. ما كانش نجمك زي دلوقتي. انت هداف دلوقتي، جاب 7 تجوال، هداف فريق نادي طلائع الجيش، واسمك بيلمع وعامل ماتشات قويه، وبدا اسم صلاح امين يتردد والناس تبتدي تعرفه. فقول لي مين هو صلاح امين؟ صلاح امين عندك كام سنه؟ واتولدت فين؟ عشان نرجع للناس الريفريش بتاع يعني. انا كابتن مواليد الهرم. انا من القاهره. جميل. جزاوي، تعتبر جزاوي. الهرم جزاوي. ايوه جزاوي. بدات في نادي اسكان مدينه نصر، كان عندي 18 سنه. اكتشفت انك بتلعب كوره ازاي؟ كنت بتلعب في الشارع الاول؟ كنت بلعب في الشارع على طول يا كابتن. الشارع، وعندنا مركز شباب السلام دوت اللي يعني انا متربي في مركز شباب السلام. دوت نشأتي الاولى، قعدت العب فيه يعني لحد 18 سنه. لحد 18 سنه. كنت بتلعبوا مراكز شباب ثانيه على طول؟ بنلعب على طول مراكز شباب ثانيه على طول، لحد ما رحت في مره اختبارات اسكان مدينه نصر. كان اول يوم اختبار ليا. وليه اسكان مدينه نصر دايما الاختبارات يقول لك رايح اهلي، رايح زمالك، رايح ما كابتن؟ اصل انا كان في حد عندنا كده في المنطقه يعني اللي انا فيها، كان شغال هناك يعني، وكان مسؤول في النادي. فخدني، وانا كنت طلبت منه ان انا اختبره، فهو خدني معاه فروحت اختبرت. وانت من لحد سن 18 سنه ما حدش قال لك انت لعيب كويس يا صلاح؟ لا، كانوا كلهم بيقولوا لي والله يا كابتن انت لعيب كويس وبتاع. ما بتروحش نادي ليه؟ كنت بتشتغل ساعتها؟ كنت بشتغل في الفتره دي وبتاع. شويه بشتغل وشويه بقى المدرسه وبتاع وكده. ما كملتش يمكن مدرسه. ما كملتش مدرسه واشتغلت عشان تساعد الوالد؟ عشان اساعد يعني، ابقى موجود وبتاع وكده، اصرف على نفسي اقل حاجه. مش لازم، لان انا والدي تعب جدا في حياته طبعا معانا وبتاع. هو دايما اللي كان بيصرف علينا، كان عنده حته كده ان احنا ما نشتغلش عشان خاطر هو، لا لازم هو اللي يصرف. هو عنده يعني والده عنده كرامه يعني. ايوه بالظبط كده يعني. الحته دي من زمان جدا فيه. بتحب والدك انت؟ جدا، بعشقه. هو حياتي يعني، ابويا دوت هو كل حياتي. والدتك عايشه؟ هو وامي. هو وامي. بس هو ابويا مثلا يمكن قريب مني شويه عشان صاحبك.
بالظبط كده، مع ان هو ما بيح... يعني هو في الكوره مش كوير. لا مش كوير خالص يا كابتن. يا خالص خالص. اه بس هو انت دايما كنت بتلعب من وراه بقى. اه هو مش كوير يبقى انت كنت بتلعب. هو دايما من كان يعني هو دايما كان عايزني يعني ايه اشتغل، يعني سيبك من الكوره واشتغل وبتاع وكده، بس انا كنت مصمم على حته الكوره قوي وبتاع وكده. فهو لما اكتشف بقى ان الكوره فيها رزق كويس وبتاع وكده. باباك دمه خفيف زيك كده؟ ده ابويا عسل يعني. ابويا بص يا كابتن هقول لحضرتك حاجه، يمكن ابويا دوت هو السبب في يعني ايه في سندي انا، يعني هو سندي في يعني في الدنيا دي، هو سندي. حتى في المنطقه عندنا احنا ما كانش حد يعرفنا ابويا، يمكن الناس بتحبه في المنطقه عندنا قوي. آه. فهو احنا ابتدينا نتعرف على حس ابونا قبل الكوره. يعني قبل الكلام ده ابوك اصلا محبوب من المنطقه فانتوا مشهورين. ايوه بالظبط كده. آه اسمه امين. اسمه ايه امين؟ محمد امين. محمد امين يعني. آه. انت صلاح محمد امين. اه بس هو ليه اسمه شهره بقى؟ ايه كاوتش. ايه كاوتش؟ زمانه بيضحك دلوقتي اهو. ايه كاوتش دي بقى؟ هو اسم الشهره بتاعه كده من زمان، لان هو كان زمان كان بيشتغل بتاع كاوتش زمان. جميل جميل. من هو صغير. اه وبعد كده بقى ربنا كرمه في شركه بترول اشتغل فيها، كبر فيها دلوقتي وبتاع. بس هو الفتره الاخرانيه يمكن الاصابه بتاعتي اللي في المنتخب زعل عليا، فعملنا له عمليه قلب مفتوح وبتاع. ياه اتأثر لما انت جالك جدا. انت كنت داخل 100 100 وبعدين فجاه حصلت لك الرباط الصليبي. في الوقت ده كمان يا كابتن كنت هداف الدوري، كنت قبل فايق. ما اروح المنتخب يعني فايق يعني. الحمد لله يعني. بس هو ما كانش فيه نصيب في الفتره دي. زعل بقى هو قوي. هو زعل جدا. ففرقت معاه، غيرنا له 4 شرايين والله. ياه. والله. فهو من ساعتها بقى قاعد ما بيروحش الشغل وقاعد في البيت يعني. بس بدا يتفرج على كوره وينتقدك ويقول لك يا صلاح انت وحش، بدا يفهم شويه في الكوره. هو بص هو دايما يعني هو ما بيحبش يعني من نوعيه، هو والدتي ما بيحبوش يتفرجوا عليا، بيلاقوا يعني من ساعه الاصابه هم كانوا يتفرجوا عليا الاول على طول. بس من بعد الاصابه بقى قال لك مش هنتفرج يا عم، لا يتعور تاني تبقى مشكله. بالظبط كده يا كابتن. يمكن هو السبب الرئيسي برضو في ان انا اجدد في نادي الجيش، لان هو عمال لي النادي ده خيره عليك والنادي اللي عمل لك العمليه. هو مش فاهم يعني ايه، هو ده ابويا يعني ايه، يعني راجل ابن بلد يا كابتن. تمام. عنده حاجات كده جواه اللي هو يعني ايه، النادي مثلا عمل معايا عمليه، هو مش تخيل مثلا ان انا جاي لي فلوس مثلا اكتر بره، لا حته العمليه دي فرقت معايا قوي. من الناس بتوع زمان اللي هم عندهم وفاء وعندهم اخلاص للمكان بتاعهم. أيوة. الناس اللي بدات يعني للاسف الشديد تبقى عمله نادره دلوقتي. بالظبط يا كابتن. فهي بقى الحته دي بقى اللي هي كانت يعني في قوي يعني. هو لما يقول لك حاجه بتحب تسمعها طبعا طبعا، لان انا بقى في الاول والاخر برضو بعرف ان هو اللي صح. سبحان الله. يعني لما تمشي ورا كلامه بترتاح. بالظبط يا كابتن. يعني بحس ان انا مرتاح، لان هو من بدري جدا عمال يقول لي سيبك من كلام الناس، وسيبك ما تخليش حد يقعد يلعب في ودانك، وما تخليش الناس اللي بيقعدوا يكلموك على انديه ثانيه يقعدوا يلعبوا، ما تعملش كده، شوف الاول ناديك وارضى باي حاجه النادي هيديها لك. قعدت اقول له بابا يعني انا في وقتي دلوقتي ممكن يعني اخد فلوس اكتر وبتاع وكده. كان يقول لي لا ما تسمعش كلام حد وجدد، النادي ده خيره عليك والناس وقفت جنبك والناس عملت لك والناس عملت. فهو كان مصمم جدا ان انا اجدد. فانا كنت بص يعني هو شتتني جدا يا كابتن بصراحه. سبحان لان الله. انا كنت واخد خلاص واخد القرار انك تمشي. انا امشي بقى اشوف حياتي. انا لعبت مثلا 4 سنين في نادي الجيش، كنت عايز اشوف حياتي في حته تاني. فهو ده يعني هو فضل ورايا لحد ما خلاني جددت برضه، لان انا كنت في الاول والاخير رضا ابويا عندي بالدنيا. بيحب برضو. المؤسسه العسكريه هو بيحب بيحب الجيش. لا هو بيحب المكان اللي يعني هو انا قلت لحضرتك هو عنده حته وفاء. الوفاء يعني. ماشي. بس هو اساسا يعني بيحب بيفتخر بالمؤسسات العسكريه. بالظبط كده. هو بيحب يقول لي دي فرقه ومنظمه وليهم قائد وليهم بتاع، انت ما تروحش فرقه تانية ممكن تلاقيهم بعد شويه الدنيا اتقلبت وبتاع وما بقاش ليك وجود. له رؤيه برضه. فهو قال لي المؤسسات ناس ملتزمه وناس محترمه في الحاجه اللي بيقولوا لك عليها، فخليك معاهم لازم تفكر. تعبت جامد في حياتك يا صلاح انت؟ شويه يا كابتن الحمد لله. اشتغلت تعبت. اشتغلت فتره وبتاع وكده. بس عارفه يا كابتن يعني دي احسن حاجه في الدنيا. اصل يعني الواحد ان يشتغل وما تبقاش في دماغك حته الكوره دي خالص فتره، وان انت مش موجود في الكوره فتره خالص ومركز في الشغل ومركز ان انت اللي بقيك هدف عشان على الاقل حاجه تجيب تشتري حاجات ليك، يبقى عندك طموح وبتاع. ومره عايز اسالك سؤال. انا مره كنت قاعد في كافيه وجاني واحد قال لي انا لعيب قوي، بيشتغل في الكافيه هو. قال لي يا كابتن انا لعيب قوي وبتاع وما خدش. اصدق انه ممكن لو راح نادي يبقى كويس؟ ممكن. بتجربتك انت؟ ممكن يا كابتن والله. يعني ممكن فعلا يبقى لعيب كويس ده لو خد فرصه يلعب. ممكن يا كابتن بقى. وفي لعيبه كتير جدا محدش عارف عنهم حاجه. يعني انا وانا في الناشئين كنت انا مثلا هقول لك حاجه،
يعني انا كنت بلعب في وانا في الناشئين كان في مثلا 3 4 لعيبه احسن مني بكتير جدا وانا كنت مثلا الخامس بتاعهم ولا حاجه. فالناس دي الاربعه اللي فوقيه دول دلوقتي مثلا ما بيلعبوش بطلوا. وانا متهيالي هم لو كانوا كملوا كانوا مثلا هيبقى من نجوم مصر. بس هو نصيب هي ربنا سبحانه وتعالى بقى كابتن بتبقى اسباب بقى في ناس بتكمل وفي ناس ما بتكملش. طب قول لي انت ترتيبك الكام في اخواتك؟ انا التالت. انتوا كام كلكم؟ اربعه. اربعه وانت التالت قبل الاخير. ولدين وبنتين. الاخير اخر العنقود عندكم ايه؟ بنت. بنت. يعني انت تعتبر اخر العنقود في الصبيان. بالزبط. الاولاني ولد. كبير وشغال مع والدي في الشركه برضه بتاع وبدا ده مرايتي يعني. ده مرايتك في الكوره. ده مرايتي في الكوره. ده بقى بتاع كوره ده. ده اللي يقول لك النهارده تحركاتك يا صلاح ما كانتش و بالظبط كده. ده اللي بيقول لي ده بقى الوحيد يعني انت كابتن دايما انا احب اسمع اللي ينقدني دايما ما احبش اسمع اللي يقول لي كويس وكنت يعني ما بقاش وحش ويجي واحد يقول لي انت عملت كوره النهارده مش انا مش عايز اللي ينافقك. ايوه انا عايز اللي يديني في وشي. يعني عايز اللي يقول لي انت وحش. يعني انت النهارده كنت زي الزفت. اخويا كده بقى معايا. يعني هو مرايتي اما بكون وحش بيكلمني يقول لي انت كنت زي الزفت. وما كنتش ولذلك بتثق في كلامه جدا. بيقول لك كنت كويس تبقى سعيد. طبعا ببقى مبسوط جدا لان هو اما ببقى كويس هو بيقول لي انت كويس ببقى عارف ان انا بقيت كويس. انما لما ابقى وحش واطلع على تليفونات والله ده انت عملت كره يا صلاح مش عارف ايه بسيط بصه مش عارف ايه كل ده وانا اصلا في الاساس وحش. اجي بقى اكلمه هو عشان اعرف منه بقى الكور دي اللي الناس بتقول لي عليها. اقول له بس الكره. يقول لي كره ايه انت كنت زي الزفت. كده يعني الكره اللي قالوا لك عليها حلوه هو مش عايز يخليك تتغر على الفاضي. بالظبط كده. يعني وحش يبقى لازم تعترف انك وحش. بالظبط كده. قول لي انت محبوب من لعيبه الانديه الثانيه. يعني انا شخصيا شفتك قاعد مع مجموعه من لعيبه النادي الاهلي وقاعدين بتتعشوا ومبسوطين وبتاع. ايه السبب؟ دمك خفيف ولا بتعمل ايه ولا مفيش؟ والله ولا علاقتك بيهم طيبه مستطيبينك ولا ايه؟ مش عارف والله يا كابتن. بس انا يمكن ايه هو عشان حضرتك شفتني مع سيد معوض وحسام غالي وفضل وهاني سعيد. اصل هاني سعيد وفضل وسيد معوض وشريف عبد الفضيل كانوا معايا في الاسماعيلي. فيمكن كنا شله كده قريبين من قريبين. بعض. ما بعدناش عن بعض بقى خالص. في الفتره دي. يمكن احنا بقى كنا بنقعد نهزر شويه ونضحك وبتاع. هما بيحبوا يعني ما يروحوش مكان يعني ما ينفعش مثلا هيبقى في خروجه ما بقاش انا فيها. لازم تبقى اساسا عامل مشترك. بس ولا انا بقى ولا سايب معوض بندفع عشان بس ما اقولش ان هو اللي بيدفع عشان ما اقولكش هو اللي بيدفع جد. ما بتدفعوش. لا سيد معوض ده يعني داخل بس جاي معايا في اي حاجه مفيش خارج. انا هو على طول خناقات يا كابتن مع بعض انما انت ما بتدفعش. انا لا انا ممكن بقى انا معزوم ادفع ليه؟ انا لو عازم ماشي بس انا عمري ما عزمت بصراحه. بجد ما عزمتهمش اصل هم عزوماتهم تقيله يا كابتن.